حبايبي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، من المهم جدا في الوحدة الثالثة في الدرس الثالث والرابع إن أنا أعرف إيه الحاجات اللي بيجي وراها الفعل في ING اللي هو gerund. تعالوا بينا نشوف مع بعض، بس قبل كل حاجة يلا صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. تعالوا حبايبي نشوف إيه الأفعال اللي بيجي وراها الفعل في ING والمفروض أخلي بالي منها في الوحدة الثالثة في الدرس الثالث والرابع. قال لي مثال على الأفعال دي: like, love, hate, dislike, prefer, enjoy, go, finish. ماشي يا مستر، عايزين نعرف المعنى. جميل. like يعني يحب، love يحب، hate يكره، dislike لا يحب، prefer يفضل، enjoy يستمتع، go يذهب، finish ينهي. قال لي كل الأفعال دي لو جي وراها فعل، الفعل ده لازم يكون فيه ing. For example، على سبيل المثال لما يقول لي I like، أنا بحب swim ولا to swim ولا swimming in the sea. طالما هنا شفت كلمة like، حاولوا like بيجي وراها verb plus ing، فأقول له swimming. تاني I like swimming in the sea. طب لو جيت لي في النفي يا مصر، قال لي لو جيت لي في النفي بس يبقى النفي بتاعي don't و doesn't، قال لي برضو بيجي وراها verb plus ing. يعني لما أقول لي he doesn't enjoy، he doesn't enjoy يعني هو لا يستمتع بي. play playing to play tennis، هقول له اه والله طالما في كلمه enjoy على طول هجيب وراها verb plus ing يبقى playing، يبقى هقول he doesn't enjoy playing tennis يعني هو لا يستمتع بلعب التنس. طيب تعال نشوف المثال التالي. ده بقى في السؤال، قال لي لما يجيب لي الكلمات دي وسائل عنها بdo او does او did، بجيب وراها برضو فعل فيه ing. يعني لما يجي يقول لي do you prefer، هل انت تفضل watch to watch or watching films، اكيد هقول له watching عشان دي كلمة prefer. لكن لازم اخلي بالي من حاجة مهمة جدا، قال لي في افعال من دي لو جي قبلها كلمة would، قال لي لازم اجيب وراها to والمصدر مش فعل فيه ing، لانها بتعبر عن ان الشخص يريد شيء الان وليس عموما. يعني كلمات شكل like، love and prefer، التلات كلمات دول لو لقيت جاي قبلهم would، يعني would like اللي هي الابوستروف دي like، or would love اللي هي الابوستروف دي love، and would prefer، قال لي كل دول لو لقيت قبلهم would، قال لي هات وراهم to المصدر مش فعل فيه ing. ليه؟ لان معناه ان الشخص يريد ان يفعل الشيء الان، ولكن مش معناها ان هو بيحب الشيء ده عموما. يعني for example على سبيل المثال لما يجي يقول لي I would like drinking to drink or drink tea، هقول له اه لاحظ دي اسمها ايه؟ would. قال لي طالما would جيت قبل like، اوعى تقول drinking، لازم اقول drink، فهقول I'd like to drink tea، I'd like to drink tea. يبقى في فرق بين like بس اللي بيجي وراها verb plus ing، و would like اللي بيجي وراها to plus infinitive. طيب تعالى في السؤال، في السؤال هلاقيه بيقول would you like or would you prefer or would you love. قال لي طالما سأل عنها would، قال لي لازم اجيب وراها to زائد المصدر، فحقول would you like to watch، would you like to watch a film، يعني هل انت تريد ان تشاهد فيلم الان. يبقى مش معناه ان انا بسأل عن حاجة بيحبها عموما، لكن انا بقول له انت عايز تعمل الحاجة دي دلوقتي، فحقول would you like to watch أفل. طيب حبايبي مهم جدا ان انا اعرف ان حروف الجر طالما مش تو بيجي وراها verb plus ing، يعني حرف جر شكل ات او حرف جر شكل ان بيجي وراها فعل في ing، واي حاجة بيجي وراها فعل في ing ممكن يجي وراها noun يعني اسم. يعني لما يجي يقول لي احمد is interested in، كلمة interested in معناها مهتم بي. طيب interested in اللي هيجي وراها، هقول له هيجي وراها فعل في ing، يعني ممكن اقول احمد is interested in playing tennis. طب يا مستر وانا ممكن اقول احمد is interested in tennis، قال لي ايوه عادي جدا، لان interested in ممكن يجي وراها noun يعني اسم بالاضافه اللي بيجي وراها فعل في ing. المثال الثاني بيقول لي رنا is good at، يعني رنا جيده فيه، قال لي اه طالما ده at فات هيجي وراها verb plus ing، فهقول doing. so رنا is good at doing sums، يعني رنا جيده في حل المسائل. طيب تعال نشوف بقى المثال ده، رنا is good at math، قال لي اه اللي جه ورا good at هنا، قال لي عادي خالص math يعني ده noun. يبقى اذا الكلمات دي good at، bad at، interested in او حروف الجر عموما طالما ان هي مش to فبيجي وراها verb plus ing، وإذا ما جاش وراها verb plus ing بيجي وراها النون الاسم.
تعال بقى نشوف الكلام ده في كتاب جيم وكتاب المعاصر والتدريبات اللي عليه. طبعا المعاصر هو اللي جايب تدريبات على الموضوع ده بشكل مركز. تعال نشوف بيج 147 صفحة 147 بيقول لي I don't like A. طبعا طالما هنا جاب لي like بس قبلها don't في النفي هجيب على طول flying. I don't like flying. Dina likes A very much. يبقى Dina likes بيجي ورا verb ing يبقى painting. Painting اللي هو التلوين او الدهان. تعال نشوف page 148 صفحة 148 number 3 بيقول لي نهى A like swimming. طبعا هنا كلمة like هيجي قبلها don't أو doesn't، ما ينفعش يجي قبلها isn't أو aren't، فبالتالي هقول نهى doesn't عشان نهى. اللي بعدها بيقول إيه she like watching TV؟ قال لي yes she does. طبعا طالما الشورت أنسر عندي بداز يبقى السؤال برضه كان بداز يبقى does she. اللي بعدها بيقول I don't like a computer games. طبعا don't like بيجي وراها verb plus ing يبقى playing. اللي بعدها كابتن باسم is good at a guns. طبعا قلنا good at او حرف الجر at بيجي وراها verb plus ing يبقى using. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي he prefers a math. طبعا prefer بيجي وراها verb plus ing يبقى doing. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي they would like computer games. طبعا طالما like جه قبلها would هنا لازم يجي وراها to والمصدر ما يجيش وراها verb plus ing يبقى to play. اللي بعدها هدى doesn't enjoy a action films. طبعا هنا doesn't enjoy بيجي وراها verb plus ing يبقى watching. نمبر 10 she doesn't a staying up late. طبعا doesn't a staying up late قلت يا جماعه لما اجيب don't و doesn't لازم الفعل يرجع لمصدره، فبالتالي هقول she doesn't like. اللي بعدها بيقول لي عماد likes watch football matches on TV. طبعا هنا like و likes بيجي وراها verb plus ing فالمفروض تبقى watching. طيب تعال نشوف does your father like travel. قلت يا جماعه طالما بسال بدو does ومعانا كلمه like يبقى بيجي وراها verb plus ing يبقى traveling، ولازم الاحظ ان travel لازم ازود لها ال عشان احط ing. اللي بعدها does she like play برضو نفس الكلام يبقى playing لان like بيجي وراها verb ing وطالما سال عنها بدو او does. اللي بعدها I hate walk in the sun summer. طبعا بكره المشي في شمس الصيف. طبعا هنا hate بيجي وراها verb plus ing يبقى walking يعني انا بكره المشي. The next Mr. Baligh is interested in. قلنا يا جماعه in بيجي وراها verb plus ing يبقى listening. اللي بعدها بيقول لي would you prefer. قال له اه طالما جه قبل prefer او like او love would قال يبقى هنا هيجي وراها to المصدر مش فعل فيه ing يبقى لازم اقول to write. تاني to write. اللي بعدها بيقول لي ايمن dislikes to have dirty pets. ايمن dislikes to have dirty pets. قلنا dislike برضو من افعال الحب والكراهيه يعني بيجي وراها verb plus ing ما يجيش وراها to المصدر فبالتالي هقول having. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا بسرعة إذا ما فعلتش الجرس انزل فعله، وإذا ما اشتركتش لسه انزل اشترك عشان يوصلك كل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. بس قبل ما ننسى صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.